السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة لنعرفكم بهذه المصحة الجديدة تابعة للخواص واللي متخصصة في الطب الجراحي وكذلك في التوليد وعدة خدمات يعني عالية. نشوف انه هذه المصحة التابعة للخواص هي واحدة من يعني من بين كثير من هذه المصحات التي تم انجازها في خاصة في شارع ما يسمى شارع العيادات بولفار دي كلينيك الموجود في قسنطينة. وشيء جديد يعني جيد أن يعني هذه المصحات التابعة للخواص تساهم أكيد في تطوير المنظومة الصحية بصفة عامة إلى جانب القطاع العام، فهذا أمر جيد ويمد أكثر عروض يعني عروض للخدمات بالنسبة للمرضى. يعني فيه الناس اللي تقدر تخلص يعني ثمن شوية زيادة ويعني تكون فيه يعني خدمات. إن شاء الله النظام تاع الصحة في الجزائر يتطور بمزيد من المستشفيات وخاصة المستشفيات الكبيرة، إن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.